اللي بيتكلم عن انه المعاش قيمته قليله، لا احنا اعلى معاش، احنا اعلى معاش في مصر 3000 جنيه بالقرار الجديد اللي صدر من الجمعيه العموميه، اعلى معاش في مصر. لا وزير ولا غفير ولا استاذ جامعه ولا اي حد بياخد ال 3000 جنيه معاش مع زياده دوريه 5% كل سنه، مع معاش الدفعه الواحده في حاله الوفاه والعجز الكلي، مع زياده كل المعاشات القديمه اللي بتقل عن 650 جنيه في الشهر، زادت بنسبه من 15 الى 35% علشان ننظر للمعاشات القديمه برضه بالنظره الايجابيه ويستفيدوا من دعم صندوق المعاشات. ده امر غير مسبوق. في 2015 يا اخوانا، من 2015 كان 700 جنيه معاش، النهارده بقى 3000 جنيه في اربع سنين، بقينا 100% تقريبا من قيمه المعاش. بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن بقى النقابات الاخرى، بقى النقابات الاخرى معاشها تراب. انا كنت قاعد من يومين مع المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء السابق واحد كبار رجال الاعمال برضه مهندس، وبيتكلموا على معاش نقابه المحامين ومعاش المهندسين. قالوا احنا معاشنا اقل من 700 جنيه ومعاش المحامين 3000 جنيه. ده امر احنا رتبناه بالترشيد، ترشيد في الانفاق وايضا في الترشيد في الاستحقاق، حطيناه في مكانه الصحيح علشان احنا مؤمنين ان دول المنطقتين الهامتين بالنسبه للمحامي، معاشه وعلاجه. العلاج النهارده في اعلى حالاته، في اعلى حالاته احنا بنعالج يا 30,000 يا 50,000 يا 150,000 للمحامي، بيدفع 150 جنيه في السنه ولا 200 جنيه مش عارف الرقم كام، وعشان يوصل لهذا الرقم احنا بنعالج بالمستويات دي. الأسرة المحامي 90% بتدفعها النقابه، 90% والمحامي بيدفع 10% مش موجوده في اي نقابه اخرى، في اي نقابه اخرى مهنيه. احنا متفوقين على غيرنا، ما حدش بيسبقنا في هذا المضمار لا في المعاش ولا في العلاج، وان شاء الله ما حدش هيسبقنا، ودي خطوه اولى مش خطوه نهائيه. انا بقول لحضراتكم دي البدايه، البدايه الحقيقيه ان المعاش بقى 3000 جنيه، لكن انا بقول لكم بالحساب المنطقي مش الاكتواري بس، احنا ممكن نضاعف هذه الارقام، بس لو احسننا الحفاظ على اموالنا والحفاظ على تحصيلها. تعديل قانون المحاماه الجديد اللي احنا وضعنا فيه شرط سداد اتعاب المحاماه مقدما عند قيد الدعوه. لو شفتوا حجم الذين انتقدوا هذا النص من المحامين، هم ما يدركوش انه ده النص ده اللي حافظ حقيقه على موارد نقابه المحامين من اتعاب المحاماه. النهارده كل المحاكم قبل الساعة 12 بتحط حساب نقابة المحامين في صندوق نقابة المحامين وفي صندوق المعاش نقابة المحامين. هي دي الموارد اللي احنا قدرنا ندبرها وقدرنا ايضا نرشدها وقدرنا نوجهها للهدف، في اتجاه الهدف الصحيح لصالح المحامين، علشان المحامين تستحق ده. احنا بعد التنقية اللي احنا عملناها، بعد ما دوخنا المحامين وقلنا لهم اثبت الاشتغال وهات لي شهادة من الجوازات وريني عملت ايه في السنه دي، وريني عملت ايه في السنه دي، وانا مش مدرك ان احنا تعبنا المحامين المشتغلين، تعبناهم بس تعبهم ده ما راحش سودا، تعبوا ده هو اللي ساعدني على ان انا انقي الجداول. صمتكم انتوا في اثبات الاشتغال، المحامي المشتغل اللي صمد وقعد وتواضع وقدم دليل اشتغاله من غير تعالي، هو ده اللي ساعدني على ان انا استبعد غير المشتغلين، هو ده اللي ساعدني. لانه كنت بقول لاي حد انا بجيب شهاده التحركات، لازم انت تجيبها زيي، المحامي المشتغل الفلاني بيجيبها، انت لازم تجيبها، ادله الاشتغال كل سنه لازم تجيبها، لانه فاضطرينا فوصلنا الى هذا الرقم البديع اللي احنا سعداء بيه. ودي مش النهايه في التنقيه، دي مش النهايه، لسه في تنقيه اخرى بضوابط اخرى، وان شاء الله هتشعروا ان نقابه المحامين للمحامين، نقابه المحامين للمحامين، مش لحمله الكرنيهات، مش لحمله البطاقات، مش اللي جاي يثبت حضوره ويمشي، مش اللي جاي ياخد كرنيه ويمشي ويتصور ويمشي، لا، نقابه المحامين للمحامين اصحاب الملفات والدوسيات اللي موجودين في المحاكم علشان يؤدي رسالتهم ويؤدي دورهم.